سالو سالو، مرحبا بكم معايا. ندورو جولة خفيفة ظريفة في هاد الفيرما ديال شيقيسي ولا لا فيرم دو لواز. اون فيت هاد الفيرما هادي راني ديجا حطيتها لكم، فايت حطيتها لكم مرة وجوج، وعاوتاني جيت نحطها بالمناسبة ديال عيد الأضحى باش تشوفوا الأثمنة اللي حنا هادشي علاش جينا، باش نشوفوا الأثمنة ديال العيد. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا كاينين مجموعة ديال الأوان الفخارية الطاجين، هانتوما الأثمنة 22 هذا، كل حاجة على حسب الحجم ديالها. هادو داك الخبيات ديال الماء، كاينين التوابل بجميع الأنواع ديالها، السمان، يعني كاع داك المنتجات ديال البلدية. هنا كاينين هاد سميتهم الكيسان ديال الفخار، هما اللي فيهم هذاك الكحل ما عقلتش سميتو. المهم كنحاولو نديرو مجهود باش ان شاء الله نهضر معكم بالعربية وكلشي يفهم. مهم هنايا هاد الفيرما هادي كاينه في 95 في لا ريجيون باريزيان، يعني معروفه الاكثريه باللحوم حيت عندهم لاباطوار ديالهم، باطوار ديال الدجاج، وكاين ديال اللحم في الطريق ديال المطار. المهم هنايا تبارك الله كلشي كلشي حلال طيب. هانتوما كتشوفوا بومس البلاد هاواي، وكاين حتى حمود ديال لي زالجيريان. المهم هادو هما معروفين، هادو هاواي وبومس. هنايا هانتوما شوفوا الرافية كتسمى ولا هذا 4 أورو 50 على حسب الحجم ديالها، هذه ب 5.99 6 أورو. المهم كاينين منتوجات كثيرة. هنايا هادو دوك المجامر التقليديين ديال شحال هادي، واللي بغى المجامر العصريين راه هما في الجهة الأخرى، وكل حاجة والثمن ديالها. لقيت هاد الحلفة هادي شحال ضحكت عليها الصراحة، هاد الحلفة هادي تضحكني. وهذه هي وهذا هو الستاند اللي دايرين فيه البيع والشراء. للاسف ما لقيناش لي موطون، يعني كاينين في اي مكان، ولكن هادو هما الاثمنه. كل ثمن كيختلف على واش نهار الاول الثاني الثالث، واش الغنمي واش البقري. المهم اللي بغى يرجع في التصويره ويبلوكيها، ولا يدخل عندهم في السيت ديالهم ديال ولا فيسبوك ديالهم، المهم باج اوفيسيال راه كاينين الاثمنه. هانتوما كتشوفوا المنتوجات ديال المغرب كاينين بالجهد، طحين، طحين بنخالتو، كاينين كاين كنزي، كاين كلشي داري وهريبي جميله. يا لالا ويا لالا، واه شحال هادي صراحه ما شربتها، كنت من نهار خديتها مع السمارت فود اللي كاين في ايغلي. اليوم ان شاء الله ناخذها من هادي، ناخذها من عند لا فيرم كيسي لا دولواز. ها انتما وريتكم الاثمنه، انا خد حتى ايران ديال التواركا، تيجي زوين مع الشوا. هنا انتما كتشوفوا الفواكه الجافه، اتاي، يعني منتوجات ديال البلاد. فوالا يعني داكشي اللي كنشربوها هو اتاي السلطان ومن لا يعرفه. الله الله، في ما كنقول سلطان كتجيني هاد ها انتما الاتاي بجميع الانواع ديالو. بيان سور الاثمنه بلا ما تقارنوها، ها هو ايران خديت منو انا زعما خديت كميه اللي بيان سور ندوز بها هاد العيد. هانتوما كتشوفو المنتجات، واه هو حمود حبيبي، حمود حمود حبيبي. هذا ديال دول المشروب الرسمي عند الجزائريين، وحنا عندنا بومس وهاواي هما المشروب الرسمي ديالنا في هاد الشيء ديال الغازيات، مشروبات الغازيه. المهم هانتوما كتشوفو الملاوي هنايا، هادو واجدين، عجينه واجده، غير كتشديها كديريها فوق البوطه كتحمريها وتاكليها بالصحه والراحه، يعني مدلوكه وكلشي. هادو لي فوند ارتيشو القوق، هاد الثمن ديالو. المهم انا كنوريكم، وهنا كاين شحال الضبوط، ها هو الثمن ديالو 4 أورو ونص فيه 4. وهذه البلاصه ديال المجزره، ها انتما كاين الدجاج، البقري، الغنمي، كاين كلشي الطرف اللي تحبيتو، الكبده، راه هما دوك الدواخل. ها الاثمنه ما عرفتش واش كيبانوا لكم ولا لا. وهنا انتما كتشوفوا بمزرعه قيسي الدواجن تذبح بدون ساق، يعني طريقه حلال، وكيذبحوا سوغ بلاص. هنا بيان سور ما يمكنش ندوز تحت المجهول التمر ديال البلاد، وما نوريكمش صراحه الثمن ديالو زايد مقارنه مع لي برودوي ديال الجزائر. ها انتم تشوفوا 4.99 والاخرين 9.99، يعني هذا 5 اورو الاخر 10 اورو دوبل. ولكن راكم عارفين عاوتاني المجهول راه تبارك الله راه الكاليتي داكشي علاش هذا الاصيل كندوزو به يعني اليومي. حنا المجهول عندنا راه كنديروه في المناسبات، كيتعمر كيجي داكشي بريستيج عاوتاني. ها انتم شفتوا الاثمنه. هنا البلاصه ديال الريستوراسيون،
راه ما دخلتش ليها كامله لان ما بغيتش نصور الناس شادين الصف. يعني كاين الخبز كيتصاوب في بلاص البطاط الطنجيات والخير. راه فايت صورت لكم فيديو فاش كنا كناكلو عندهم. وهنايا تفكرت بلي غناخذ اتاي، غناخذ السكر ديال اتاي والنمر بيان سور اسيدي ديال كازا ما نبدلوش. المهم انتما كتشوفوا الاثمنه باش تقارنوا شويه الاثمنه هنايا مع الاثمنه ديال الخضر في المدن ديالكم. المهم كنعاود نقولها راه يمكن كاين شي مدينه اخرين ولكن هذا اللي زرت هو شيكيسي فارم دو لواز في 95 ابلاج. هانتوما شوفوا كاين لو ديال ثلاثه الحاجات ب 1 يورو، بيرسيل كوريون ولامون. المهم خديت واحد وحده من الحاجه واخا باقي عندي بزاف في الدار. المهم حيت لقيت هاد لا بروموسيون خديت. المهم راني ها المسائل ديال الكسكسو هانتوما كتشوفوا داكشي ديالو كلشي كاين. البطاطا البطاطا المهم بصله كلشي كاين تبارك الله. الاثمنه قارنوها كيما قلت لكم. وهنايا السيد انا ما كنتش ناويه نشري الدلاح حيت ما كنعرفش نشري الدلاحه صحيحه كنخاف نتشمت فيها. وواحد السيد تمايا ذوقنا وانا نقول صافي حشومه ناخذ بعدا الطرف فيه 3 كيلو. وهنايا رحنا شادين الصف باش ندوزو في لاكيس. شوف ديال تري بيان.